إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية للجميع. إحنا الآن في واحد الحالة اجتماعية، بالضبط في الجرف، في بوسكار، مع مجموعة من الإخوان فاعلين جمعويين حقوقيين اللي جاو باش يأزروا هاد الأخت ويوقفوا معاها في هاد المحن ديالتها. وحنا الآن مع هاد المواطنة اللي في واحد الحالة يرتلها، اللي غادي تحكي لكم القصة ديالها مع المستشفى ديال إنزكان ومع المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان. فمجموعة الفاعلين الجمعويين بمدينة إنزكان أيت ملول، والرفيقة أيضا فهي البنية ديالتها، وهي المواطنة اللي عندها إشكال، عندها مشكل مع المستشفى ومع القضاء اللي اعتقلوا لها الزوج ديالها فقط لأنه مشى يشكي بمطرة الزوجة ديالو، الآن راه كيتم السجاج ديالو في السجن، بسجن أيت ملول. تفضلي أختي، عرفينا بالاسم ديالك وسميتو. سميتي إسراء قيسي. المشكل ديالي بدا من هاد الدار هادي. عندي المشكل مع الجارة، ضربتني على كرشي، قتلات لي البيبي في كرشي. المهم أنا كنضرب به مدة سيمانة ولا ما أكتر من سيمانة، هو ميت في كرشي وأنا ما سايقاش الخبار. الليلة جاني فيها الوجع، مشينا للسبيطار، دخلنا تكرفصوا عليا ديال المزيان، حالتي كلها لا إله إلا الله. الدم اللي خسرته راه عاد صبنت الحوايج، لا إله إلا الله. كدوز من حدايا القابلة، كنطلبها كنرغبها، كنقولها لها العار لما غير شوفي من حالي، ما كتبغيش ديها فيا. هادشي هذا كله قلنا ماشي مشكل. خرجت هذيك الليلة كيف ما كيقول لي الطبيب، كيقول لي راه فيك 5 لتر ديال الدم، الا خرجتي من هنا غتموتي. خرجت من تمايا الحمد لله، جيت للدار بخير ديك الليله. النهار الاخر قال لي راجلي يلا نمشيو لعند الوكيل نشكيو بالسيده اللي ضرباتني اللي قتلت لي الولد، راه باقي الان في السبيطار، باقي ما دفنتهاش. وبان اش من السبيطار؟ سبيطار انزكان. صافي هي هذيك، مشينا لعند الوكيل، دخلنا للمحكمه، دخلنا لعند الوكيل، سولو على سميتو، قال لي شنو سميتك، قال لي سميتي علي العلوي المدغري، قال لي وعاجبك الحال، قال لي راه سميتي هذيك معلوم غير عجبني الحال. صافي قال لي، المهم قال لي سير كتب شكايه وجيبها ليا، وحنا بصراحه هذيك الليله ما داك النهار ما عنديش حتى باش نجيب لبنتي تا ليكوش، ما عنديش. خرجنا، المهم بقينا كن زعما تنحاولوا اننا نفهموه ديك الطريقه ديال اننا راه ما عندناش، راه جينا نشكيو ليك انت وكيل الملك، انت اللي غادي دير لنا الحل. قال لي خرج عليا برا، يعني باحتقار خرجوا عليا برا. راجلي من طبيعه الحال يلا ميت لي البنت، يلا بزاف د الحوايج واقعين، كيشوف راسهم تدمر واحد الدمر اللي لا اله الا الله. فوت حتى المحكمة بدا كيغوت، انا بغيتكم تاخذوا لي حق بنتي، انا بغيتكم هذا، يعني ما قالش شي كلمة، وربي اللي شاهد ما قالش شي كلمة اخرى من غير هذا الشيء. جات دازت الفرق الاولى، كيقولوا له زعما صافي جمعها وسير وبلا ما تبقى تتغوت هنايا. الفرق الثاني هما يوقفوا البوليس وقالوا لي بحال هكا، قالوا لي انا كانوا هذوك الاولين اللي دازوا ولاد الناس، حنا ولاد الكلاب. هزوه الصطافيطه، هزوني انا من وراه، ضربني الكوميسير على فمي، وبنتي كتغوت وكتشوف كلشي كتشوف فيه، لدرجة انه ديك الليلة فاش جبتها للدار ما بغاتش تنعس ليا بالبكا، كتبقى تفكر داك الشيء، كتبقى تبكي، ما كتبغيش تنعس ليا. صافي هزوه دا، وانا ما شفتوش هذاك النهار، ديت ليه الماكلة طلبها من عند عباد الله، طلبت ليه الماكلة ديتها له، دخلوها لي غير بزز. صافي منين جيت بحالتي للدار، نهار لاخر رجعت عاوتاني باش نشوفو، ما خلونيش نشوفو. نهار هداك الشي اللي وقع قالك غيدوزوه لعند القاضي، علاش غيدوزوه عند القاضي؟ شنو دار ما شنو دار؟
بقيت كنت جالسه كنتسنى شنو غيقول هاد القاضي، غرقوا ليه شي حوايج اللي ما داروهمش، داروا ليه راه شرق الكسوه البوليسي، هو ما قاش البوليسي، راه جوج اللي هزوه كي غيدير حتى غيشرق هاد الكسوه ديال البوليسي، هزوا له في الصفيطه، داروا سب موظف اثناء مزاوله العمل ديالو، هو ما سب حتى شي موظف، هو كيف ما سمع داك الهضره هز راسو وخرج، غرقوا ليه ديال زعما عمرو له الدوسي ديال مزيان. مشيت لعند القاضي كنطلب فيه وكنرغب كنقول له هلا الراجل اللي راه ما دار حتى شي حاجه، قال لي داكشي اللي دار على القليل 4 سنين، واخا يكون قاتل هاد السيد هذا، واخا شي المراه اللي قتلت لي الولد ما كيفكرش ما تزادش وما غاديش يحكموا عليه بحال هكا. دابا راه هو يا معتقل في حبس ايت ملول، و تيقول حتى النهار 3 عاد غادي يدوز الحكم ديالو. شنو دار هاد السيد هذا؟ ما درتش شي حاجه، موت على حقه وعلى حق ولادو، اللي هو اصلا علوي مدغري عنده حق في هاد البلاد، وكنطالب انا غير من الدوله ومن السيد جلاله الملك يشوف من حالو، ولا من اي مسؤول يشوف من هاد المحل. هاد السيد هذا راه عنده جوج بنات وانا باقا مريضه، يلاه خرجت من السبيطار ما قادرش نهز راسي من بلاصتو، ربي اللي عالم هاتي في 5 ايام دابا ما واكله ما شاربه، كل ما جاوش هاد الناس عتقوني راه ما غاديش ناكل وما غاديش نشرب، حيت ما قادرش ترابط مع الدروج. انا فاش مشيت نستقبلهم رابطه كليت خليت ما تديت عليهم وابط غير باش انا غنوقف مع راجلي حتى الاخر، عرق واخا نعرف نموت فيها ما عنديش مشكل، غير بناتي يعيشوا يعيشوا بكرامه في هاد البلاد، ويطلعوا بنات البلاد وعندهم حق في هاد البلاد، ولا نوليو تحنا تاعنا كنمشيو نقولوا بغينا اسقاط جنسي، انا ما غنوصلش لهاد الشيء، غناخد حقي في بلادي. و تاع داك الراجل غادي يخرج باذن الله وباذن خوتو مسلمين، باش ما نبقاش انايا في هاد الحاله هادي، راه لا اله الا الله، هو راه انسان ما كانش فنيان ولا يقص فاس الدرب، راه كان في الامارات وصل لواحد البلاصه، وصل لواحد البلاصه بلا بكالوريا، خدم شركه كبيره ديال البترول بلا بكالوريا، يعني باش تعرف هذاك الانسان راه دماغه عارف شنو كيدير، كيتفلى باش تجي نتايا تشوف هذاك ديك المسيره ديال حياته 7 سنين. راه حشومه هو كان ناوي يرجع بحالته للامارات، باش تجي انت تدمرو بحال هكا، راه ماشي عدل، هذا راه مابقاش قانون، هذا راه مابقاش عدل، هذا راه ولا هيك بنادم هيك يرضع، مابقاوش كيديرو الخدمه ديالهم. فكنتمناو من القضاء المغربي، كنتمناو من قضاء في المحكمه الابتدائيه بمدينه انسكان يشوفوا من حال هاد السيده، ويشوفوا من حال وليداتها اللي غادي يصبحوا اليوم متشردين بسبب الاعتقال ديال الزوج ديالها. كما كتشوفوا الزوج ديالها هو المعين ديال ديالها وديال هاد الوليدات ديالو، اليوم الا معتقل هاد الزوج، اليوم هاد السيده وهاد جوج وليدات اليوم فين غادي تمشي؟ تشرد تمشي للزنقه، شنو غادي دير؟ هاد الوليدات غادي يمشيو يتشردوا في الزنقه، تشرد هي. فكنتمناو من القضاء بالضبط في المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان أنه يشوف من حال هاد السيدة ويطلق سراح الزوج ديالها، لأنه فقط بسبب الحقرة والظلم اللي عاشو فقط خرج أمام المحكمة وكيحتج وكيقول اللهم إن هذا منكر. فكيجيو رجال الأمن الوطني ما سمعتو الزوجة ديالو اللي حكات لكم. فكنتمناو من وكيل الملك بالضبط في المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان أنه يشوف من حال هاد السيد، السمية ديال هاد علي العلوي المدغري. فكنتمناو من الجهات المسؤولة في سوس ماسة بالضبط في المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان أن تاخذ حق هاد السيدة وتطلق سراح الزوج ديالها، لأن هاد العائلة غدا غادي تصبح متشردة، وغدا غادي تصبح في الشارع، وغدا ما غاديش تلقى باش تاكل، وما غاديش تلقى فين تسكن، وغادي نصدقوا القضاء المغربي شرد أسرة. فكنتمناو تلقوا الزوج ديال هاد السيدة ويعتني بزوجته بالاطفال ديالو، تاخذوا لي حقه لانه راه تحقر بهذا الشيء اللي سمعنا. نتمنى من جميع الاخوان انهم يبارطاجيو هذا اللايف، توصل الرساله للمسؤولين، وتحيه عليا للجميع، والسلام عليكم.
you